ازاي الحال؟ في عندنا مثل لطيف قوي بيقول اللي جوزها يقول لها يا كودة يلعبوا بيها الكورة، يعني الست اللي جوزها ما يحترمهاش قدام الناس والناس تستهين بيها بسبب كده، لأنه بقيت المثل يقولك واللي يقولها يا هانم يستقبلوها على السلالم. بس أنا عايزة أقول المثل ده بطريقة مختلفة، اللي تقول لنفسها يا كودة الناس أو الكل يلعب بيها الكورة، لأن القضية بتبدأ بيكي أنتي، تقديرك لنفسك دي من الحاجات المهمة قوي. اللي بلاحظه الحقيقة إنه كتير قوي من البنات والستات طول الوقت تحس إنها ما بتعملش حاجة وما عندهاش قدرات وما لهاش لازمة، وكأنها عبء على الكرة الأرضية لأن جوزها أو قرايبها أو باباها أو إخواتها أو مامتها أو اللي حواليها بيقولوا لها كده. تبقى بتعمل 100 حاجة وطول الوقت يتقال لها هو أنت بتعملي إيه؟ في الحقيقة سؤال مستفز شوية ومحبط شويتين. أنا عارف صعبت عليا قوي واحدة ست مرة قابلتها بتشتغل كوافيرة واقفة على رجليها 12 ساعة في اليوم ومفيش ولا يوم أجازة، بتشتغل 7 أيام في الأسبوع. بعد الـ 12 ساعة دول ترجع تعمل أكل وتنظف البيت، تاخد بالها من الولاد ومن جوزها، ومع ذلك طول الوقت جوزها يقول لها أنت بتعملي إيه؟ أنت بتعمليش حاجة، أنت لا زوجة ولا أم. الغريب أن الولاد بيكبروا هما كمان بدأوا يقولوا لها الكلام ده، وواحد كبر ما شاء الله لدرجة أنه يعني حب وخطب، وهي بتساعده يجهز نفسه، يجيب الشبكة ويخرج مع الهانم وكمان يجهز المتطلبات اللي عليه، وكل شوية يقول لها برضو انت بتشتغل 12 ساعة احنا ما بنشوفكيش، انت مش موجودة في حياتنا. لما بتحكي لي الكلام ده قلت لها طب خلاص يا ستي وعلى ايه؟ اضربي كرسي في الكلوب، خدي اجازة وقولي لهم انا هقعد في البيت. قالت لي انا ما اقدرش اعمل كده لان دخل ابوهم ما اكلناش عيش حاف. في حاجات كده الواحد يقف قدام منها عاجز او يقول بينه وبين نفسه كده يا نهار اسود، يعني حضرتك تقريبا شايله البيت وما انتيش عارفه تقولي لنفسك ولا تقولي لهم ان انتي شايله البيت، وانتي نفسك اللي حاسه مع نفسك انك مقصره. ده الستات دول غلابه قوي. طيب خليكي كده تخيلي انك مش موجوده في الحياه، تفتكري هيعملوا ايه من اول الشرابات اللي بتتقلع وتترمي ومحدش بيعرف يلمها ولا يعمل فيها حاجه فترجع لهم نظيفه وزي الفل، لحد الأكل اللي بتعمل بإيدك وبجزء كبير من فلوسك، لحد ابنك اللي بتكملي له التزاماته الزوجية علشان يبني حياة تانية بناء عليك وعلى شغلك وعلى كتافك. اسمعوا بقى، اسمعوا بقى يا ستات، خلونا نبدأ من نقطة الصفر. مفيش حاجة اسمها ست مقصرة، لو الست حتى ما بتشتغلش بأجر مادي هي بتشتغل في بيتها 30,000 شغلانة. بتشتغل إيه؟ شغالة ومدرسة ودادة وسواء لزم الأمر أو مصاحب للدروس والنوادي، ممرضة، دكتور بعد الظهر، كل حاجة. إحنا بنشتغل كل حاجة. شوفوا كل دول كده حطوهم في الخلاط مع بعض، أو فكروا لو حبينا نجيب حد يعمل الخدمات دي المفروض تقيم بكام النهاردة، كل حد من دول ياخد قد إيه في اللي حضرتك بتعمليه. كمان كل واحدة ست عندها ميزة محدش في الدنيا عنده زيها، ما تسمحيش لحد يقولك انت بتعملي ايه، او بالاساس ما تستنيش شكر من حد لانه بيقولك انت بتعملي ايه لما تقولي ايه رأيكم انا عايزة مش عارفة تقولولي ايه وتستني شكر. لا، اشكري انت نفسك وقدريها ودلعيها. يعني مثلا اشكري نفسك انك بتربي الولاد تربية كويس على انهم يتفهموا او على انهم شطار او على ان عندهم مشاكل بتقدري تحليها معاه، انهم ما بيضربوش بعض او ان انتي ما بتضربهمش، ودي حاجة مهمة قوي. اشكري نفسك على انك بتشتغلي ودخلك اذا ما كانش اساسي هو اساسي لانه بيرفع مستوى معيشة حياتك وحياة ولادك، وان كل اللي ما يقدروش او اللي دخل شخص واحد بس في البيت ما يقدرش يجيبه انتي بتجيبيه، بدءا من الدروس اللي بتدفع للبس احسن لاشتراك نوادي لحاجات كتيرة قوي. لو انت بتعملي اكله ما حصلتش مفيش حد غيرك بيعمل زيها، اشكري نفسك واعرفي ان كل ست مميزه زي بصمه الايد بالظبط وبصمه الصوت، مفيش ست متكرره. لازم تقبلي نفسك زي ما انت، ما احنا قدراتنا مختلفه وكل واحد متميز في حاجه ومش متميز في حاجه تانية لانه قدراتنا مختلفه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما تضغطيش على نفسك،
لو بقيتي حنينة على نفسك بتقدريها مش مستنية حمد ولا شكرانية من حد، محدش هيمسح دمعتك غيرك، محدش هيطبطب عليكي غيرك، محدش هيدلعك غيرك. اوعي طول الوقت تقولي لنفسك أنا مقصرة، أنت مش مقصرة، أنت بتعملي 30,000 دور في فيلم الحياة، ماشي؟ بالراحة كده، أنت تعاملي مع نفسك كويس، بصي في المراية كل يوم وقولي لها أنا متشكرة عشان بتعملي 1 2 3 4 ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بطلي تقولي لنفسك إنك مقصرة، بطلي تقولي لنفسك يا كودة، علشان اللي بتقول لنفسها يا كودة الناس كلها بتقول لها يا كودة. وبالمناسبة أنا مش عارفة معنى كودة إيه، بس هي تقريبا حاجة وحش. المهم أشوفكم المرة الجايه.